صباح الخير، صباح النشاط، صباح الامل. النهارده هنعمل تمرين المعروف عنه اسمه سكوات. سكوات ده اللي هو بياخد وضعيه الكرفصاء اللي هو الجلوس. اهم حاجه في التمرين ده واللي لازم اساعد عليه، مهم اهميته ايه عشان احنا كده بنعمله. الفكره ان في ناس كتير قوي بتقول ده بيخسس، لا ده بيتخن، لا ده بيظبط الرجلين، ده بيشد. التمرين ده مهم جدا لان بيشغل كميه عضلات بتاعت الرجلين كلها في نفس الوقت، الاماميه والخلفيه والداخليه والخارجيه والاليا، كل العضلات اللي في الجسم في المنطقه السفلى دي بتشتغل. زائد ان انا لو عملته صح قوي هشغل معايا عضلات الظهر بتاعت العمود الفقري، اسمها العضله الناصبه للعمود الفقري، عن طريق ان انا بقوي المنطقه دي. طب ازاي اعمل التمرين ده؟ هو اهميته لما بشغل كميه عضلات كبيره جدا بساعد على ان انا اعلي الحرق الطبيعي بتاع جسمي. زائد انا بامن ركبتي من الاصابات، فده مهم جدا. طول ما العضلات اللي حوالين المفصل قويه، طول ما انا بحافظ على المفصل ده من اي اصابه. لانه بيقوي العضلات الجانبيه والاماميه فبيحافظ على الاربطه الداخليه وعلى الغضاريف كمان. طيب ازاي استعمل التمرين ده او اعمله صح؟ اول حاجه في الوضعيه بتاعتي ان لازم رجليا تبقى واخده شكل سبعه. ده عشان اريح الركبه بتاعتي واريح مفصل الحوض. طب واسع ولا ضيق؟ لا، كعب رجليا يبقى تحت كتفي. ده الوضعيه الصح بتاعته 100%. طيب عشان اعمله صح واعمله بيرفكت او من غير ما يجيب لي اصابه، هبتدي بالليفل على اني بتعلمه لاول مره. اول حاجه ان انا اثبت، طلع رجليا لقدام، ظهري مفرود، اقعد كاني بقعد على كرسي. في الوضعيه دي كاني في كرسي تحتيه هنا وانا قاعد، لازم ركبتي تبقى بنفس الخط بتاع انكر رجلي. مفصل ده للمفصل ده خط مستقيم، تعمل 90 درجه. كده انا بشغل العضله هنا وهنا وهنا. زائد ان انا في وضع الثبات ده انا بشغل عضلات ظهري من ورا. ظهري مفرود مش موطي، مفرود. ده طريق الثبات. طب عايز اعملهم الحركه، هقعد اخد النفس، طلع النفس فوق. طيب طريقه اكتر امان، هسند ظهري واطلع برجلي سنة قدام، نفس الفكرة، أقعد، لازم ركبتي تبقى 90 درجة، ما ينفعش لورا وما ينفعش لقدام. في نفس الوقت في بعض العادات الخطأ إن أنا بضم رجلي لجوه، لازم ركبتي تبقى في نفس اللاين ده، صوابع رجلي عاملة سبعة ثابت، تنفس عادي خالص. بيأثر؟ آه بيأثر، لأن أنا دلوقتي وزن جسمي كله واخد عملية انقباض زي كأني شايل شنطة واثبت كده لمده. هسيبها احس ان ايديا بتوجعني. نفس الفكره، انا وزن جسمي ثابت في وضعيه فيها مقاومه مع الجاذبيه ضد الارض. تمام؟ طيب عايز اعمل التمرين بقى من غير ما اسند على حاجه، ودي مرحله اعلى شويه. هاخد الوضع بتاعي واثبت. ليه انا طلعت راسي لقدام؟ عشان تعمل توازن، لان انا لو رجعتها لورا هقع لورا. لازم تعمل توازن، اللاين بتاعي واحد اتنين تلاته، ظهري مش مقوس مفرود كده، انا بقوي عضلات ظهري معايا. طيب عايز اعمله من الحركه، اثبت واطلع. كل ما كان ببطء كل ما كان افيد. اخد نفس وانا نازل، طلع النفس، اربعه تلاته اتنين، اثبت 90 درجه، هطلع واحد اتنين تلاته أربعة. عايز أصعب أكتر، وزني في إيدي، أفتح الصدر، ما ينفعش أبقى نازل كده عشان ما أضرش كتفي. نفس الكلام، هنزل نفس، أثبت. أهم حاجة الوضعية بتاعة المفصل ده، واحد اتنين مع ظهري مستقيم، وأطلع لفوق. عايز اخلي فيه مقاومة اكتر، هاخد الوزن، انزل واخد التوازن بتاع ظهري. عايز ازود حرق اكبر، ممكن اشغل في عملية العضلات اللي فوق مع العضلات اللي تحت، تحت انزل. اهم حاجة قبل ما تنقل من مرحلة لمرحلة اكون وصلت للمرحلة اللي بعد قبلها لاعلى مستوى فيها. ما اخشش من مرحله لمرحله عشان ما تحولش لاصابه، اركز في البوزيشن او الوضع الطبيعي بتاع جسمي، وده مهم جدا.
هنخش المرحله اللي قبلها بقى او اللي بعدها بعد ما اقوي العضلات دي ووصلت لمرحله كويسه فيها جزء من الدم. اهم حاجه ان انا اعمل اطالات عشان ارجعها تاني للمدى الطبيعي بتاعها، لان هي حصل لها عمليه تقصير. زي ستريتش ده بيعمل اطاله العضلات اللي ورا مع الظهر. طيب عايز اعمل اطاله للعضله اللي تحت، شد مشط رجلي صعبه، همسك من هنا الاول بعد كده هنا بعد كده بايديا الاثنين. خلصت، عايز اخش للخلفيه وده امان اكتر لما اعمله على الارض. خلصت، عايز اعمل اطاله لعضلات الحوض، خلي كعب رجليها الاثنين مقابلين بعض، ايدي اخد نفس طلع كوعي لبره. كل ما اقرب كعب رجليا للحوض بتاعي كل ما اعمل استرتش اكتر لمنطقه الحوض. عايز اعمل استرتش لمنطقه الاليا بتاعت الجنب التاني، احنا بنسميها الجلوتس. تاني صح، طلع ركبه لقدام، الركبه التانيه بتبقى عند الكعب، كوعي العكسي ينزل لتحت. خلصت تمرين الاطالات، تمرين الاطالات للخلفي والاليا والقلب في المنطقه الخلفيه كلها عملت لها اطالات. ابتدي اعمل للاماميه. مهم جدا ان انا لما اجي اعمل تمرين اماميه ما اثبتش كده الا اذا كان كتفي قوي. طب كتفي ضعيف ولسه مبتدئ، هنزل على الارض من عند رباط الجزمه واشد لورا، نفس جامد، طلع النفس. لو حبيت اعمل تمرين اطاله بتاع الاماميه وانا واقف، مهم جدا مش الرجل اللي انا بعملها الاطاله، الرجل اللي انا واقف عليها، ان الركبه بتاعتها ما تبقاش مفروده على الاخر. مفروده كده هعمل خشونه في الركبه. اتني سنه، ميل سنه. كده انا عملت اطاله للعضله اللي هنا وحافظت على الركبه التانيه. مع معلومه جديده ان شاء الله في الحلقه القادمه.